السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. نايف سويلة معكم، واليوم احنا معنا اكلات الميكروويف. طبعا الميكروويف تشوفونه هنا تداري انه مقروشكم، لكن هذا المكان الامثل له. عندكم اول شيء بنجربه اللي هو البيتزا. البيتزا هذه بيتزا بيستو، بيستو مجمدة. حلو، يقول لك لا تحتوي على نكهات صناعية ولا تحتوي على منتجات خنزير، مواد معدلة وراثية، عندهم متحولة، مواد حافظة. تسخن الفرن على درجة 220 وتخبزها لمدة 8 إلى 10 دقائق. خلونا نشوف. هذه هي البيتزا، تشوفونها قدامكم. قاعد تسخن الفرن، طبعا اليوم يدخل معنا الفرن، هذا ما راح يروح الميكروويف، راح يروح للفرن على 220 درجة مئوية. خلونا نروح نحطها في الفرن 10 دقائق ونجيكم. طبعا زي ما انتم شايفين حطيناها بالفرن وعلى درجة حرارة وينها؟ 220. بعد 10 دقائق بناخذها. طيب فيما تجهز البيتزا بنجرب الشيء الثاني، هذا بنطبخه وبنخلصه وبنجربه وما بعد قضت بيتزتنا اللي بالفرن. هذا الشيء اسمه تمالا او تمالي. تمالي يقول لك هذه وجبه عمرها اكثر من 5000 سنه، مكسيكيه، وقبل لا يخترع الميكروويف كانوا الجنود والمسافرين اول ياخذونها معهم الوجبه هذه ويسخنونها. فهذه اول وجبات مجمدة أو قابلة للتسخين من عهد أو من قبل 5000 سنة وهي موجودة. خلونا نشوفها. فهذه الوجبة زي ما أنتم شايفين تعودنا مع السلسلة هذه أن أشكالها تكون بائسة. يقول لك حط فيها شق بسيط وخلها في الميكروويف مدة 4 دقائق. فالحين نجيكم بعد 4 دقائق نجرب هذه. أول ما نخلص منها بتكون البيتزا جاهزة إن شاء الله. طيب اللي تشوفونه قدامكم هذه هي التمالي. هذه نفس الأكلة اللي أخذناها المرة اللي راحت. المرة الماضية كانت بجبن. عرفت إيش سالفة التمالي؟ التمالي هذه يطول عمركم مكونة من خبز اللي بالذرة أو العجين بالذرة. حلو، يكون جوا خضروات مشوية، وهذا اللي على جنب اللي هو الفول بس. فهذه الوجبة المكسيكية الموجودة ما قبل 5000 سنة. فعشان كذا خلونا نبدأ ونجرب ونقول بسم الله. طبعا عليها صوص اللي فوق، ما هو حار مرة، حار بشكل خفيف. زي ما قلت لكم الوجبة بتعتبر جديدة عليك أول مرة تشوفها. أنا بالنسبة لي أول مرة جربتها كانت في المقطع اللي راح. اللي بالجبن ألذ من هذه، بس برضو هذه لذيذة، فحلوة إذا ودك إنك تأكل بس إنك بتجرب شيء جديد وتشوف قصة الأكل المكسيكية هذه. هذه كانت التمالية. طبعا هذا اللي تشوفونه هي بيتزا بصلصة البيستو، فخلونا نذوقها ونقول بسم الله. قرمشة، ولو تلاحظون من تحت برضو ما هي زي البيتزا اللي سويناها في واحدة من المقاطع اللي راح. سوينا بيتزا في الميكروويف فطلعت بيتزا كذا ميتة، كانت بيتزا بالرز. هذه لا، حلوة، مقرمشة، وسهلة ولذيذة. فإذا حاب تمشي مع شيء مألوف وانت تعرفه، البيتزا ما يبيها أي كلام وبرضه تطلع لذيذة وحلوة. لأن عموما مطاعم البيتزا غالبا ما تلقى العجينة حقتهم مجمدة، فما راح تفرق كثير عن إحساس المطاعم. خلونا نشوف اللي بعده. هنا نجي البيتزا سوبريم المجمدة، فهذه البيتزا الثانية. خلونا نشوف نحطها بالفرن بسم الله. الشيء اللي بعده هذه واحدة من الأكلات المجمدة، مفروض أنه فطور. أقول لك أورجانيك توفو سكرامبلد with أورجانيك mushrooms, onions and broccoli with country style potatoes and meatless sausage. وجبة نباتية بالكامل، فطور نباتي، فحقين الأكلات النباتية استمتعوا. يعني أنا استغربت في البداية، قلت من ذا العجاز جدا لدرجة أنه مو مسوي فطور، بس طلع الوضع
فطور نباتي العادة. شوية تخفيص 4 دقائق. طيب ريحتها حلوة. التوفو صراحة أنا ما قد ذقتها، بس خلونا نشوف. بسم الله تشوفون قاعد تبخر بهارات مرة قوية فيها، فخلونا نشوف شو وضع الأكلة هذه. صراحة أنا ودي أشوف السجق هذا، هذا سجق نباتي المفروض، فكل الأكلة هذه فطور خالي من النبات. فهنا يحط لك البطاطس خالي من النبات، خالي من اللحوم. فهنا حاط لك البطاطس، وهنا السجق، وهنا البيض. البيض استخدمه بدال التوفو، السجق ما ادري ايش استخدموا، وعندك البطاطس، بطاطس نباتي اساسا هو. انا والله شكله كانه تفاح. خلوني اذوق السجق كذا. والله ريحه بهاراته ذكرني بفندق قد رحت له رحله مع التحفيظ مدينه منوره. كيف لا تسالني، بس اني اذكر نفس هذه الريحة بالضبط كانت موجودة هنا. شوف إذا أنت فيجن تبغى تاكل لحم زي اللحم اللي احنا ناكله، شوف المقطع هنا فيه بيوند ميت. هذه لحمة شبيهة مرة باللحم، هذه طعمها حالي، خبز حالي مع بهارات. قاعد يسوي نفس السجق، حتى شكله مشكل السجق. طيب نخش على البطاطس، طري ومقبول إلى الآن. شوف هي أشياء مقبول انك تاكلها، بس ما تلعب على نفسك تقول هذا والله سجق. هذه خضروات مطحونه مع بعض وصايره طريه، تسوي نفسها كانها لحمه وفيها بهارات كثيره. ما انصح، اذا تبغى جرب بيوند ميت بيفرق معك كثير. خلونا نشوف البيض اللي ما هو بيض. هذا يا طويلين العمر والسلامه اسمه التوفو، شيء من النبات. تتبيله ريحتها كانوا مسوي لك بيض مخفوق، عجة البيض. خلونا نذوق معها فطر ومعها بروكلي بظاهر ولوش وذا. الزبدة خضروات، كلها خضروات وخضروات، والتوفو اللي مسوي نفسه بيض. شوف التوفو حلو انه القوام حقه مو زي باقي الخضروات، كان اقرب على الجبن بس انه اثقل شوي. ممكن حطتهم له هنا يعني ها يعطيك احساس بيض شوي، بس لازم من كذا انك تروح تاكل بيض. بس احترمك، تبغى تصير فيجن تصير فيجن كيفك، بس يعني اعلمك. بس بيني وبينكم والله التوفو هذا مش بطال، يعني اول مره ذوقه وفعلا ممكن انه ينحط من ضمن البدائل. ظهر هذا افضل بديل عند النباتيين، يعني التوفو هذا هو اللي قاعد يفك لهم ازمه، هو اللي يعطي تنوع في الاكل. انا ما افهم، اذا انت نباتي اكتب تحت علمني ايش السالفه. اما السجق حقهم عرفت وش قوامه قوام المحلى، وطعمه حالي فيذكرك بالمحلى اكثر من السجق. خلونا نروح نشيك على بيتزتنا، يمكن اقضي وقت. بسم الله. هذا اللي تشوفونه هذه البيتزا السوبريم. خلونا نجرب البيتزا هذه مع انها جميله وانا عارف انها جميله. نقول بسم الله. السوبريم كانت ألذ من البيستو اللي قبل شوي، فعليا بتفك لك أزمة. يعني مع الوضع الحالي والجلسة أنا مشتاق للمطاعم. فـ البيتزا أعطتك كذا شوي ذكريات. أتوقع هذه تجربتنا اليوم، 4 شغلات خفيفة لطيفة. المرة الجاية بحاول أخلي فيها حلويات أو حلا أكثر إن شاء الله. اتمنى عجبتكم التجربه. اكلات الميكروويف، واذا جربتوا هالايام اكلات ميكروويف اكتبوا تحت في التعليقات، لان زي ما انتم عارفين الوضع تكيه بالبيت، فودنا ان يعني نتشارك ونشوف الامور اللي ممكن نجربها في البيت. كما كنا نسوي لهم شوفوا كودي ان شاء الله في امان الله. السلام عليكم.